كيف اليوم جايكم مقطع جديد، مقطع فيفا. ما تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. خلونا لما بلشنا أول مرة بحارس المرمى كورتوا، معنا الدفاع رامس ألابا وخال يمين حكيمي وعاشمي كارفخال، معنا الناس في الفيديو مودريتش كروس، معنا بالهجوم رودريجو بنزيما وفينيسيوس. واو هلا اخدم اجواء المباراة. تبدأ رابس اتورا. ما ادري في رامس الكرفخال لرامس الابا حكيمي كورتو يستلمها. كارو يلعب لرامس، رامس كرفخال ياخذ فينيسيوس يروح راح فينيسيوس. ويحبس الكرة ضائعة امام المرمى. اختار رامس مودريتش لفينيسيوس ايضا. ويجوز التسلل. أهلاً بنزيما كم هدف جاء في المباراة القادمة. يوفيها أوه. روح بريرا يا ابني. مودريتش بنزيما فينيسيوس لوبيب ويسجل هدف الأول في الدقيقة 8. بنتي ما كان له أن يأخذ الطابة. توني كراس لفينيسيوس. بنتي ما يروح ويزم الحارس ويرفع ونمد يأتي في الرأس. اشتراها مودريتش ويسدد ويشير الحارس. بدكم مقاطع اكتر حطوا بولي بالكومنت. راح رودريجو كان يريد ان يقطع الحارس. يستلم هدف الألابة. ألابة لفينيسيوس كريم يسدد وضغط. كريم كروس سجل ومسرح كريم. بس لا يكون تبون اثبتكم جيب لعيب تاني. خلي التشكيلة هاي. طه صفرا في الدقيقة 17. يسدد من بعيد ويشير الحارس. بنزيما يقطعها. بنزيما أيضا راح يأخذ الطابة يرفع ويسجل. كان يريد أن يسجل هدف رودريجو والحارس يلعب الطابة. راح بعيد يستلمها فينيسيوس يرد بنزيما. فينيسيوس يروح يسدد يريد ان يعمل لوب. لم تزبط معانا. هيك حصل مع فينيسيوس. روح رامس في فيردي راح يلعب دي بنزيما بنتيما سدد لوب ويسجلها. هدف الثاني في الدقيقة 24. ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ نحدث لأن النتيجة 2-1.
استرمى استرمى روح القسم حكيمي أورو أولين تشاك يلعب حكيمي لرودريك رودريك يروح على الجناح يلعب لبنزيما بنزيما يروح يلعب لفينيسيوس فينيسيوس يسدد وكاري أن يسجل الهدف حنكم بقى هاي خسرت في المباراة القادمة كان لدي سجل 8 أهداف كروس يستلم توني كروس بيسجل العالي آه ماذا فعل ماذا حصل آه في الدقيقة 29 يسجل صاحب انتي مع فينيسيوس اختار من انتي مع انتي من ديما يستهل الملعب الخصم يلعب باس بس يقطعها تلعب تروح للفرد في الفرد يلعب لي بنتيما بنتيما تسفى ويتأوت لي ان الريال علي رودريجو رودريجو زاد هدف الثاني ما أحلاه ما أروعه هدف الثاني ماذا فعل ماذا حصل يا إلهي ولعت نتيجة 4-0 4-4 بزر آه مقصية الطائر جميلة جدا كثير كثير جميلة جميلة جدا 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 حكيمي يستلم حكيمي لتوني كروس توني كروس بنزيما بنزيما رودريكو يروح يلعب لفينيسيوس بنزيما سلام فيني مسدد يلعب بس لرودريكو رودريكو ضيعها أمام المرمى توني كروس يستلم يلعب لفالفيردي فالفيردي لبنزيما بنزيما يروح يسدد عن بعيد ويطلع برة المرمى إنها مباراة رائعة تري ذا بوب كورن ويلعب فيني يروح على الجناح بيسام فين يروح عن جناح ويزم لافين عن جناح ويزم أيضا يلعب لرودريجو رودريجو كانت بالقائم وبنزيما عنده بالكيك وضيعها بنزيما انه المدرب عصب انه لن يجيب في الهدف لن يجيب في المرمى يا سلام كارفخال كارفخال في الفرد في الفرد فينا فينا لبنزيما مقطوع من بنزيما والخصم يروح وهذا رأيت بريال في المرتبة الأولى 14 60 نقطة راح في الفرد في الفرد يروح في الفرد في الفرد في الفرد في الفرد في الفرد يلعب لبنزيما على الطائرة لن يجيبها في بنزيما يشوت مودريتش ويطلعها برا الكوب برا المرمى ويديت الحكم دقيقة دقيقة وقت بدل ضائع استلم على الطائرة كارفاخال مودريتش مودريتش يروح يلعب لفينا فينا لبنزيما بنزيما لفينا يلعب هو هدوه يروح فينا يلعب لبنزيما فينا بعدها بالكول وخلاص الشوط الأول ونطلع اللي برا 10-4-1 جابوا هدف و1 نتيجة حلوة حلوة جدا ولدينا 30 نقطة.